في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين الخرطوم وطرابلس شدا وجذب. على صعيد الاتهامات، تشكل زيارة رئيس الوزراء الليبي للخرطوم منعطفا جديد ربما يسهم في تحسين علاقة واجهت الكثير من التقلبات كما يأمل مسؤول البلدين. كانت هناك جهات إعلامية سوقت إلى تصريحات غير صحيحة. نحن جئنا لنؤكد على دعم، ليس بناء ولكن دعم علاقات الأخوة. الزيارة التي ستمتد لثلاثة أيام يبحث من خلالها الطرفان سبل تعزيز العلاقة، خصوصا في الجانب الأمني باعتبار أنه أكثر الملفات التي كانت لها النصيب الأكبر في تقلبات العلاقة بين السودان وليبيا منذ عهد القذافي. وستطرح من خلالها العديد من الملفات، على رأسها محاولة السودان للجمع بين الفرقاء في ليبيا. السيد الرئيس كان في طرحه واضحا، وقد قبل الرئيس الوزراء الليبي وفد هذا الطرح، يعني هو طرح تاريخي معروف في ضرورة جمع الفرقاء الليبيين، الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب وبقية الأطراف التي لا تزال حتى الآن لديها إشكال في التعامل مع الحكومة الليبية. الحكومة السودانية أكدت أن الزيارة ستسهم في تعميق التفاهم بين البلدين وزيادة العمل المشترك خصوصا في الجوانب العسكرية. من الفترات كان رئيس الوزراء الحالي هو وزير الدفاع وأبرم اتفاقيات مع السودان، ولا تزال هذه الاتفاقيات تنفذ، ومن ضمنها يعني تدريب وإعداد قادة للجيش الليبي ولكافة فصائل العمل الأمني والعسكري الليبي. وكانت ليبيا قد اتهمت السودان بدعم جماعات إرهابية وهو ما نفته الخرطوم، ولم تكن هي المرة الأولى حيث تبادل البلدان الاتهامات منذ اتهام الخرطوم لطرابلس بدعم الحركات المسلحة في دارفور. فيما تتواصل جلسات التباحث بين الطرفين، يبدو أن السودان وليبيا في طريقهما لإعادة بناء وترميم العلاقة بين البلدين والتي طغت عليها لغة الاتهامات والمناكفات في ملفي السياسة والأمن. سبأ سيف الدين، الغد العربي، الخرطوم.